الله عليك يما، وانتي لما انا لما ضحكة فعلا. كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة عيد الأم، يا رب كل الأمهات يبقوا فرحانين بولادهم. كل طفل وكل ابن وكل بنت بتحس بأمها، يعني هي دي كل حاجة في الدنيا عندها. طلبت منهم السنة دي حافظة للسجاجيد ودفايات للسرير. في بنتي الكبيرة جابت لي كارت جميل بإزازة بارفان، فاكرها قوي قوي، وردة. الوردة موجودة. أول هدية جبتها لمامتي كان طرحة. احنا أهم حاجة بس بنطلب لهم يعني النجاح والتوفيق، ده أكبر حاجة، يعني دي أكبر هدية لأي أم. أول هدية جبتها لحماتي طقم خشاف. كانت زمان قوي طبعا، كانت حاجات بسيطة طبعا، كان لسه مصروفنا كان صغير، ممكن نبقى مثلا برفان صغير أو مناديل القماش الصغننة اللي بتطرزها. أول هدية جبتها لماما سلسلة ذهب، ما أقدرش أتعامل معاهم غير بالحب. سلاحي مع أولادي إن أنا مش خلاص، أنت عملت غلط أنا مش هكلمك تاني خلاص، لحد ما بتأسف إن أنا بس أزعل منهم شوية كده، فهم ما بيقدروش بقى بصراحة، يعني بيبقوا عارفين الزعل وحش. بس بيصعب علينا بعدين. ميرسي، انت طيبه، وانت طيبه يا روحي.